ندخل في تفاصيلنا على طول بقى ونروح للنادي الأهلي. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة مهمة جدا طبعا، مباراة شباب بلوزداد اللي هتقام بالجزائر ضمن منافسة الجولة الرابعة بدوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. زي ما حضراتكم شايفين هذه التدريبات اليوم خاض الأهلي مرانو صباح اليوم ضمن بعض الجوانب البدنية وطبعا التقسيمه اللي متعودين عليها في الفرقه، وحرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي طبعا الخاص بالفريق، وادى حراس المرمى تدريباتهم تحت اشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. كان الاهلي طبعا خاض مباراه وديه امام سموحه يوم الاثنين الماضي على استاد السلام، اطمن خلالها الجهاز الفني على جاهزيه اللاعبين، ومنح المدير الفني مارسيل كولر الراحه للفريق امس. طبعا استثنى من الراحه دي اللعيبه الدوليين اللي خاضوا تدريبات قويه على ملعب التتش، وده ضمن البرنامج التدريبي بتاعهم. فيما واصل طبعا الأهلي تحضيراته اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال. احنا خلاص دخلنا في الجد تاني، عندنا مباراة مهمة جدا أمام شباب بلوزداد الجزائري على أرضه. الأهلي دايما تفكيره في الفوز فقط لغير، أهدافنا دايما تحقيق الانتصارات ومواصلة مشوار صدارة الترتيب في المجموعة، ده الهدف الدائم للنادي الأهلي. نفتكر مع بعض بقى نتائج الأهلي في دور المجموعات حتى الآن. الأهلي فاز على مدياما الغاني 3-0 في مصر هنا، وتعادل اهي معانا على الشاشه كل حاجه، وتعادل 1-1 مع يانج افريكانز في تنزانيا، وتعادل سلبيا مع شباب بلوزداد الجزائري في برج العرب. زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشه اهي النتائج بتاعت الماتشات اللي فاتت. تعالوا بقى نشوف ترتيب كمان المجموعه. الاهلي متصدر المجموعه طبعا، لعب 3 مباريات وفاز مباراه وتعادل مباراتين وعنده 5 نقط، بالتساوي مع يانج افريكانز اللي لعب 4 مباريات مش 3، فاز مباراة وتعادل مباراتين واتهزم مباراة عنده 5 نقط، لكن طبعا الأهلي لسه فاضل له ماتش. مدياما لاعب 4 نقط برضه، فاز ماتش وتعادل ماتش وهزيمة مباراتين عنده 4 نقط، وشباب بلوزداد اللي لعب 3 ماتشات زي الأهلي برضه وفاز ماتش وتعادل ماتش وعنده هزيمة ب4 نقط. ده ترتيب مجموعة الأهلي في دوري الأبطال. عندنا ثقة كبيرة في مارسيل كولر ومجموعة اللاعبين اللي هيخوضوا مباراة شباب بلوزداد في الجزائر، وأكيد هنشوف مباراة كبيرة جدا نتمنى انها تنتهي بانتصار الاهلي والعودة الى القاهرة بنقط المباراة دي ومواصلة صدارة المجموعة. ده شيء مهم جدا، احنا في مرحلة عايزين نحافظ على صدارتنا طبعا المجموعة، عندنا كل ما يحتاجه الفريق سواء من لاعبين او من جهاز فني محترم او من ادارة او من تعاقدات جديدة مهمة جدا بالمناسبة هتضيف للاهلي كتير جدا. نتمنى ان احنا نشوف مباراة كالعادة كبيرة للنادي الاهلي. الفترة اللي جاية صعبة، جميع المباريات مضغوطة جدا، عندنا ماتشات كتير ورا بعض ما بين الدوري وبطولة افريقيا. الفترة اللي احنا وقفناها دي او فترة بطولة افريقيا يعني، الفترة دي الاهلي عاد فيها هيكلة الفريق من تاني، سواء المجموعة اللي كانت موجودة مع مستر مارسيل كولر اصلا او الصفقات الجديدة او الناشئين اللي مش عايزين ننساهم. في 6 ناشئين من ضمنهم حارس مرمى انضموا للفريق، فاحنا هنشوف التوليفه دي بقى بعد ما تم تجهيز الفرقه على اكمل وجه. اهم حاجه بقى دعم جمهور الاهلي للفرقه ككل، ده شيء مهم جدا، دعم جمهور الاهلي للصفقات الجديده، دعم جمهور الاهلي للجهاز الفني، دعم جمهور الاهلي للفرقه بصفه عامه، ده شيء مهم جدا جدا جدا. وبنتمنى ان المباراه دي تكون بدايه ان الاهلي يسيطر او يفضل يستمر في السيطره على قاره افريقيا ومسيره الانتصارات اللي معودنا عليها.